اتفقنا قبل الفاصل، ويمكن كابتن عادل وضح اهم بصمات كولر، وكان بيتكلم على فكره تطور اداء بعض اللاعبين ظهروا بشكل كويس جدا مع كولر. كان الكلام في البدايه او اول اسم اختاره كابتن عادل كان طاهر محمد طاهر، الحقيقه قدم واحده من افضل مواسمه وانطلاقه موسم قويه جدا مع الاهلي السنه دي. غير طاهر، فيها حابب تكمل حاجه على طاهر او تقول حاجه على الفاضل؟ لان هفكر الجمهور بتاعنا العظيم طاهر محمد طاهر، لو احنا نرجع بالذاكره، هو سريع قوي، بيلتحم بقوه، بيجيد التسديد برجليه الاثنين، في ميزات كثيره جدا. كان ناقصه عنصر مهم جدا، مرونه ورشاقه. الراجل ببساطه راح بيشتغل عليه. الجول اللي هو جابه اللي عمله الجول الثاني في ماتش الزمالك، ماتش السوبر، عمل ايه؟ عمل انه رايح يمين وراح رايح شمال، دي مرونه ورشاقه. خلى الراجل احسن، بيقولوا احسن لعيب في مصر. احسن لعيب في الزمالك، ماشي، او ثاني احسن لعيب في الزمالك. هما بيقولوا يعني ماشي. لعيب جيد، هو لعيب جيد طبعا امام عاشور، لعيب جيد واخلاقه كمان جيد. بالعكس دي تحسب لطاهر. امال ايه؟ يعني لما ترقص لعيب تقيل في يعني الملعب، يعني امام عاشور برضو انا بحييه جدا من خلال حضرتك، انه كان مع محمد عبد المنعم في المستشفى، وحاجه جميله جدا، ودي الروح اللي احنا محتاجينها، دي العقليه اللي احنا محتاجينها. فهو طاهر عمل ايه؟ عمليه المرونه دي ما كانتش موجوده عنده، محتاجه ده عنصر ممكن انا انميه بالتدريب. عشان كده بنقول اليوم الكامل، واليوم وكمان الى جانب اليوم الكامل بصلح الاخطاء يوميا. وبعدين بنمي القدرات، كل واحد ناقصه عنصر من العناصر، واحد ناقصه عنصر القوه. يعني سافيو محتاج قوه ومحتاج بدني اكتر من كده، محتاج قوه اكتر من كده، التحام اكتر من كده. قوه هو الكره والفنيات عنده والرشاقه عنده، والرشاقه هايله جدا. شفنا جول خد الراجل فين وراح رايح فين وراح ركنها فين. توقع نفسه كابتن عادل، نتوقع ان الكره هنا ممكن تبقى قصيره فيضغط وياخد الكره ويروح. الى جانب ان هو حته المرونه، ان انا باخد الراجل وبعدين باخده عكس وسطه، دي اسمها مرونه ورشاقه، الى جانب طبعا مهاره. ناقصه عنصر قوه، اكيد هيشتغل عليه. لياقته البدنيه محتاجه شغل من مدرب الاحمال، ومحتاجه النص التحتاني ياخد شغل قوي، والنص الفوقاني برضو ياخد شغل في الجيم. بحيث ان الالتحامات والكوره لما يبقى اقوى، بنبقى عايزين نستردها، لما يخش ياخدها يبقى هياخدها.